السلام عليكم، ازيكم؟ مرحب بكم اصدقائي المتابعين. فيديو جديد هنتكلم فيه على رفع العضه او الدي بروجرامنج، وهي الحشوه اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الضاحك اللي ورا الناب مباشره. النهارده هنعرف ايه السبب والضروره اللي بنلجا ليها لبعض الاحيان ان احنا نفتح العضه او نبعد الفكين عن بعض، والطريقه والمكان اللي احنا بنوضع فيها العضات دي او الطريقه اللي احنا بنستخدمها علشان نبعد الفكين عن بعض. وكمان هشرح لكم الاماكن اللي احنا بنستخدم فيها البايت دي او الرفع او الحشوات اللي احنا بنستخدمها لرفع العضة، وكمان هنشرح ماذا لو حصل فيها اي مشكلة وهنتعامل معاها ازاي، وهل هي دائمة هتكمل معانا يعني طول فترة التقويم وطول حياتنا ولا ايه الاخبار. انا دكتور اسلام نبيل، وزي ما تعودنا يلا بسرعة نعمل لايك للفيديو. بشكركم جدا على المتابعة ونبدأ كده بسم الله نتكلم على رفع العضة. خليني اقول لكم ان هل هي ضرورية؟ ايوة يا جماعة، في بعض الحالات بتكون ضرورية، بالعكس ده في كمان مدارس في التقويم استخدمها من داي 1 لحد اخر يوم في التقويم، فاذا هي مهمه جدا. طيب ايه ضرورتها؟ هل انا بستخدمها من اول يوم لاخر يوم؟ ابدا، لكن في بعض الحالات بتكون ضروري ان احنا نفتح فيها العضه ونبعد فيها الفكين عن بعض. طيب ليه؟ لان احيانا علاقات الفكين بيكون فيها مشاكل كبيره جدا، زي حالات العضه المعكوسه في بعض الاسنان، بس زي حاله النهارده واللي سببت ضرر كبير في انسجه الاسنان في الفك السفلي، او لو احنا عندنا في بعض الاسنان فيها يعني اعوجاجات او بعد كبير عن باقي الاسنان، او كانت السنه موجوده الى الداخل وانا عايز اخرجها الى الخارج، فبالتالي انا لازم افتح العضه عن بعضها، وفي غيرها من الاستخدامات فهي في بعض الحالات فعلا بتكون ضروريه جدا. طيب الطريقه والمكان، احيانا العضات دي او البايت تربو اللي احنا بنستخدمها او الرفعات دي او الحشوات اللي احنا زي ما انا بشاور لحضراتكم، الحشوات دي احيانا بضعها في المنطقه الاماميه او على الانياب او الضواحك زي حاله النهارده، او حتى على الضروس الخلفية، فهنا المكان بيختلف على حسب طبيعة الحالة وعلى حسب نوع المشكلة اللي كانت موجودة في الحالة، وكذلك نوع الأسنان ومكانها اللي أنا عايز أحركها وكمان عايز أعفيها من العضة الغلط اللي كانت موجودة عند الحالة. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي الحالة عندها عضة معكوسة. طيب دي يا دكتور هل هي بتتكون بس من الحشوات؟ لا، في عندنا طرق كتير احنا ممكن نستخدمها عشان نبعد بيها الفكين عن بعض، لكن حالة النهاردة استخدمنا فيها الحشوات. برضو في معلومة مهمة جدا، وهي ان العضات دي اللي احنا بنستخدمها لازم بنضعها على الجانبين، ومش شرط، خليني اقول لحضراتكم ان على الجانبين تكون في نفس المكان، ممكن مثلا اقدر اركبها على الضاحك الاول في جانب، اقدر اركبها على الضاحك الثاني في جانب اخر، على حسب كم الاعوجاجات والمشاكل اللي موجودة في الاسنان، لكن لازم اكون انا متفق على المكان اللي انا هركب فيه، اما هركبها في المنطقة الخلفية او في الوسط او في المنطقة الامامية زي ما اتفقنا، على حسب نوع وطبيعة المشكلة اللي موجودة. طيب يا دكتور انت قلت لنا ان احنا بنضعها على الجانبين، لو حصل في اي مشكله في جانب مثلا، لو الحشوه اللي احنا حاطينها دي وقعت، مش ده وارد؟ ايوه يا جماعه وارد، لان احنا مش بنلصقها لصق دائم، احنا مش عايزين وضعها ده يكون دائم، احنا بنضعها لفتره محدده بس. طيب لو حصل في اي مشكله واحده من الحشوات دي فكت او وقعت من مكانها، من فضلك من فضلك احجز اقرب ميعاد ممكن مع دكتور التقويم، ومش هاكد على حضرتك من البدايه ان انت ضروري تختار دكتور محترف يكون اخصائي او استشاري، تختاره بعنايه وتفحص تاريخه الطبي وتاريخ علاجه للحالات قبل ما تبدا في العلاج معاه. دي اول نقطه. طيب هنيجي دلوقتي لاخر نقطه اللي عايزين نغطيها مع حضراتكم، وهي هل البايت تيربوس دي او العضات اللي احنا بنضعها او الحشوات دي اللي بنرفع فيها وبنبعد فيها الفكين هل بتكون دائمه؟ لا يا جماعه. طيب هل يا دكتور هتكمل معايا من اول يوم تقويم لاخر يوم تقويم؟ قلت لكم انا بالنسبه لي لا، لكن في بعض المدارس بتعمل كده بالفعل من اول يوم لاخر يوم في التقويم، فده بيكون جزء من العلاج، لكن انا في اعتقادي ان انا بستخدم البايت تيربوس دي او الرافع للعضات دي بستخدمها في الوقت اللي انا محتاجها فيه فقط، فوانس ان انا خلصت الغايه منها فانا بشيلها مباشره علشان ما تسبب ليش اي ضرر بدون اي فائده. يعني لو انا مثلا كان عندي ناب في الداخل فانا كنت عايز اخرجه فبعدت الفكين عن بعض، فالناب ده بعد ما بيخرج خلاص انا برجع تاني العضه كما كانت، ولو كان مثلا في المنطقه الاماميه انا مثلا عندي اعوجاج في ودورانات في الاسنان الاماميه، بعد تعديلها بشيل العضات مباشره. اتمنى ان فيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو مع اصدقائكم، واكتبوا لي رايكم في التعليقات، وإن شاء الله دايما أشوفكم على خير حال. كان معاكم دكتور إسلام نبيل، سلام عليكم، باي باي.